جريمة بعد أخرى أجبرتهم على الخروج إلى شوارع مدينة تعز تلبية لدعوة رابطة أسر ضحايا الاغتيالات والمخفيين لدى العناصر الخارجة عن النظام والقانون للمطالبة بسرعة إلقاء القبض على العناصر المنفلتة التي أغرقت المدينة بدماء الاغتيالات. وإننا هنا باسم أسر الضحايا ونحن نعبر عن إدانتنا وغضبنا، ندعو السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتهم ومتابعة القضية حتى يقبضوا على الجناه ومن يقف وراءهم ليأخذوا عقابهم الرادع، كما أننا ندعو السلطة والأجهزة الأمنية إلى متابعة العناصر الخارجة عن القانون والتي ما زالت تسرح وتمرح في بعض المناطق خارج المدينة. تظاهرة حاشدة انطلقت من شارع جمال وحطت أمام مبنى المحافظة لمطالبة السلطة المحلية بتحمل مسؤولياتها وإلقاء القبض على القتلة، كما شددت على ضرورة دعم الحملة الأمنية كونها الضامن الوحيد لمطاردة المتورطين بقتل أفراد الجيش. لنا الحق أن نرفع قضايا في جميع أنحاء العالم ضد التساهل في دماء جيشنا الوطني. الدماء الجيش تعتبر خط أحمر، ولكن في هذه اللحظة التاريخية تم مسح هذا الخط الأحمر وتم الاستهانة بدماء جيشنا الوطني الذي يدافع عننا، وصارت الميليشيات الحوثية تحاربنا من جهتين، من الداخل ومن الخارج، وبتواطؤ شديد من قبل بعض المسؤولين. فنحن الآن في صدد تجهيز ملفات للملاحقة القضائية سواء الآن أو بعد فترة. لن تسقط هذه الجرائم بالتقادم، لن تسقط. مقابر سرية وجثث مغدورة أثارت غضب الشارع وحشدة السكان للالتفاف حول الجيش الوطني والأجهزة الأمنية لما في ذلك من مخاطر على أمن المدينة. بغضبهم وقف أهالي المغدورين من أفراد الجيش الوطني أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإلقاء القبض على العناصر الخارجة عن النظام والقانون ودعم الحملة الأمنية من السلطة المحلية. عبد العزيز بحاني من شباب تعز